السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في الحلقة الثانية من تعلم اللغة الإنجليزية. سنقدم في هذه الحلقة أيام الأسبوع، Days of the Week. Ladies and gentlemen, welcome to part 2 of learning English. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى أن يعجبكم الفيديو وتعملوا الاشتراك في